التمثيل كده كده لان ده حلمي وانا صغيره، بس خلينا نكون واقعيين، انا السوشيال ميديا اللي خلت الناس تعرفه، فانا ما بعرفش يعني اي حد في التمثيل بيقعد يقول لي خلاص يا وقام وقفي بقى سوشيال ميديا وفيديوز كوميدي حتى لو لوحدك، وطلع على طول بتطلعي في الستوري على طول مع الناس على طول. يا جماعه الناس يعني انا كنت في الجيم فست بتتمرن كبيره ام هي انا بحبك قوي وبحب اتفرج على الستوريز وبحب حاله خاصه وبحب كذا وربنا يخليكي يا بنتي، وما حسيت مامي بتكلمني فوتشز ان انا ممثله بس الناس عرفتني ان انا زي بنتهم من السوشيال ميديا كمان، لانه انت في شخصيتك الحقيقيه فهم بيحسوا ان انت واحده منهم بالظبط. اما تمثيل بقى انت بتتخض لما انا ببقى على ريد كاربت بفستان وميك اب، لا 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 وام وام دي حد تاني بقى. دي حد تاني. بصي هي الناس بتحب حد اللي يكون قريب منها قوي بالظبط، عشان كده انت يمكن اتشهرتي اكتر ونجحتي اكتر مبدئيا في الاول في بداياتك السوشيال ميديا.